أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم الأستاذ مبارك من كيان للتجارة. أهلا أستاذ مبارك. أهلا، بداية نرحب فيك ونشكرك تواجدك معنا اليوم. بدنا بالبداية تعرفنا عنك وكيف كانت بداياتك مع كيان للتجارة. اسمي مبارك، اجيت على الإمارات يعني من أكثر من 10 سنوات، وبدأنا رحلة العمل يعني في الإمارات. حقيقة مع كيان الموضوع بدأ من عدة سنوات عندما اجتمعنا مع بعض الشركات الأوروبية وكوننا فكرة استيراد المنتجات من أوروبا بشكل عام ومن ألمانيا بالتحديد لخدمة السوق المحلي وخدمة الأسواق المجاورة في أفريقيا وآسيا الوسطى. ما شاء الله. أستاذ مبارك، ممكن تحكينا المزيد عن أنواع المنتجات اللي بتقدموها في كيان للتجارة؟ تمام. المنتجات بشكل عام هي الأدوات المنزلية سواء الكهربائية وغير الكهربائية، من أصغر الأمور اللي بتحتاجها بالمنزل لحد أكبر موضوع مثل البراد أو الغسالة أو المكيف. المنتجات جميعها بتيجي من كما يعني مثل ما حكيت من أوروبا أو من ألمانيا بالتحديد، بماركات مختلفة وبجودة عالية ويعني بمواصفات ممكن ننافس فيها بالسوق المحلي. ما شاء الله. أستاذ مبارك، كيف تميزت البضاعة اللي عندكم عن البضاعة الموجودة حاليا في السوق؟ بحكم أننا نستورد البضائع بكميات ضخمة وبحاويات متعددة، فالأسعار اللي بنحصلها هي أسعار حتما منافسة، وبما أن البضائع كلها مستوردة من أوروبا فهي مطابقة للمواصفات الأوروبية والألمانية. التميز بهالحالة بيكون بسعر المنتج وبمواصفات المنتج. ما شاء الله. والتنوع كمان عندكم في المكان. صحيح، لأنه موضوع الأدوات المنزلية هو موضوع واسع، سواء من حيث عدد الماركات الموجودة بالسوق أو من حيث عدد الأصناف، لأنه كل يوم بيطلع شيء جديد بيحاولوا يسهلوا أمور البيت على الأشخاص. ما شاء الله. أستاذ مبارك، ممكن تحكي لنا شو رؤيتك المستقبلية لكيان وشو الخطط المستقبلية؟ بالتأكيد يعني الطموح ما بيتوقف، يعني إن شاء الله يعني الهدف إنه نوسع أكثر وأكثر ونأخذ مساحات أكبر ونفتح بأكثر من مكان ونوسع بالنسبة للتصدير لأسواق جديدة بإذن الله. إن شاء الله، أتمنى لكم الأفضل. شكراً جزيلاً. أستاذ كيان، من خلال خبرتك الطويلة في مجال التجارة والبزنس، شو نصيحتك لأي مستثمر عنده اهتمام أنه يستثمر داخل دولة الإمارات؟ الإمارات كانت ولا زالت حاضنة لأي شخص حابب يعني يبدأ بتحقيق حلمه أو يفتح شغله أو يأسس لمستقبله من زمان والآن، وراح تظل هيك بإذن الله. بحكم التسهيلات سواء التسهيلات الاقتصادية، تسهيلات الإجراءات، تسهيلات أمور الإقامة والعمل، يعني الموضوع صار سهل وبسيط على أي شخص أنه يفتح شغله بالإمارات. أستاذ مبارك، آخر شيء بدنا منك سببك ليش اخترت دولة الإمارات تكون بدايتك وانطلاقك لحتى تأسس كيان. يعني مو سر على أحد أنه دولة الإمارات هي وجهة لأي مستثمر، سواء كان مستثمر مبتدئ أو مستثمر يعني خبير، بحكم كثير من العوامل، منها موقعها، منها التشريعات الموجودة في الدولة، سهولة الوصول إليها من جميع أنحاء العالم، بحكم الأمن والأمان الموجود في الدولة، وبحكم الاستقرار على كل الأصعدة سياسي واقتصادي، وبحكم القوانين الناظمة للبلد واللي بتضمن لكل شخص حقه. أخيرا بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع كيان للتجارة. نحن متواجدين للسوق المحلي، متواجدين بالشارقة بشارع الشيخ خليفة بجانب وكالة بيجول السيارات، موجود مستودعنا للجملة أو للتصدير بمنطقة الحرة بجبل علي، وإن شاء الله بنهدف هيك بالمستقبل أنه نفتح فروع بأكثر من إمارة بإذن الله. نشكرك جزيلا أستاذ مبارك على تواجدك معنا اليوم، نشكر جميع طاقم العمل في كيان. شكرا جزيلا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.